السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام، أبرز الملفات اللي راح نتابعها. حياكم الله مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام بعد جلسة يوم الخميس الماضي الخاصة بمنح الثقة لمنهاج الحكومة واللي أحدثت تغييرات ملحوظة بالعملية السياسية وأبرزها بدء مرحلة جديدة بتشكيل الحكومة اللي طال انتظارها. اليوم رئيس الوزراء يبدأ بحراكة المتعدد اللي يتمثل بخطوات أولى بمراقبة ومتابعة عمل الوزارات من خلال الاجتماعات والزيارات للوزارات واجتماعاته مع الوزراء الجدد، كابينته الوزارية، للوقوف على آلية عمل الوزراء وتنفيذ برنامجهم الحكومي بوضع الخطط التفصيلية اللي تعدها هذه الوزارات لتنفيذ المنهاج الوزاري المطروح وفق الأطر القانونية والمهام المتاحة لهم، ومن خلالها لربما تقدم احتياجات المواطن بأريحية تامة ومعالجة، يعني راح تكون ضمن دائرة الفرص والإمكانات المتاحة أمام الحكومة. أما في ملفنا الثاني من حصاد هذه الليلة فراح نتحدث عن قضية ذات صلة بهذا الموضوع، وهي أنه كيف من الممكن أن تلبي هذه التفاصيل اللي راح ينص عليها البرنامج الحكومي أو البرنامج الوزاري، كيفية تطبيقها على أرض الواقع. إذن مشاهدي الأحبة تفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. المنهاج الحكومي اللي قدمه رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني وما يحمل من برنامج وزاري لتضع الوزارات خططها وجداولها الزمنية والطريقة تنفيذ هاي الخطط كلا بحسب تخصصها، عده المراقبون منهاج شامل وجامع لكل احتياجات مفاصل الوزارات وبما يعود على المنفعة للمواطن، وممكن أن ينقل البلد من هذا الوضع إلى وضع أفضل من حيث الاستقرار الأمني وتقديم الخدمات وتلبية طموح المواطنين. خلونا نتابع تقرير زميلتنا نوها الشمري بعد نفتح محاور الحديث مع ضيوف الكرام. تسارع الأحداث في العملية السياسية أوصلتها إلى ضفاف الخلاص من أزمات حكومة تصريف الأعمال، واليوم يشهد البلد إنجازات كبيرة كما وصفها المتابعون، بدءا من اختيار رئيس الجمهورية وصولا إلى منح الثقة للمنهاج الوزاري الخاص بحكومة السوداني في جلسة الخميس الماضي، إذ يواجه الوزراء اليوم في حقيبة البرنامج الحكومي تحديات كثيرة للبدء بالمهام المناطة إليهم. البرنامج مهم جدا، رصانة المواد التي وردت في البرنامج ودقة تطبيقها والآليات التي يمتلكها هي العامل الأساسي في إنجاح أي مشروع أو أي برنامج. نعتقد اليوم البلد خلال العام كامل توقفت فيه كثير من الخدمات بحاجة إلى عادة، والبرنامج جاء بهذا الشكل. جزء من البرنامج كبير هو يلامس جراحات المواطن، فعلى السيد السوداني أن يشرع في ذلك. نعم سيواجه تحديات، ولكن أعتقد بمنظومته الحكومية قادر على تجاوز هذه التحديات. فبعد استحصال الثقة والموافقات القانونية للبرنامج المقدم أمام مجلس النواب، يبدأ السوداني حركاته الخاصة بالاجتماع مع الوزراء في كابينته منذ اليوم الأول لبدء مهامه الحكومية، وآخرها اجتماع اليوم مع وزير التجارة للوقوف على مواطن الضعف والقوة في برنامجهم الحكومي الذي يتضمن توفير متطلبات المواطن وتقديم الخدمات الخاصة لهم. طبيعي السيد السوداني لديه القدرة الكاملة لأخذ بزمام الأمور إلى النجاح، وبالتالي هناك معطيات موجودة، وعلى الواقع هو الرجل أثرى الكثير في برنامج الوزاري ببعض النقاط الهامة ومنها الخدمية وعلى رأسها. اليوم الشارع يريد خدمات، يريد الكثير من السيد السوداني. وبسبب السياسات الاقتصادية والإدارة المربكة للحكومة السابقة بحسب مراقبة أصحاب الاختصاص، فإن البلد يشهد انعطافات كثيرة تلقى على عاتق الوزراء وبرنامجهم المقدم من قبل السوداني الذي وصف بالبرنامج الشامل لكل متطلبات المواطن وفقا للفرص المتاحة. وفق آراء المراقبين أن رصانة المنهاج الوزاري أولى الخطوات لنجاح البرنامج الحكومي الذي يسعى إلى تقديم الخدمات والارتقاء بواقع البلد. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين الدكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي. أهلا بك دكتور ضيفا كريما في الأستوديو. أهلا وسهلا حضرتكم مشاهدين الكرام. أهلا مرحبا بك، وكذلك أرحب بدكتور مصدق عادل أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون جامعة بغداد. حياك الله دكتور مصدق. حياكم الله. من زمان دكتور ما ضيفنا، يعني ما إن شاء الله ما أنا خير أنه هذا القطاع من الظهور الإعلامي، ولكن أيضا إحنا بحاجة إلى هذه الآراء الدستورية والقانونية اللي ممتزجة بالسياسة. دام حضرتك دكتور مصدق نتحدث عن جلسة التصويت اللي تم التصويت فيها على الحكومة، والأهم تم التصويت على المنهاج الوزاري. طيب بعد المنهاج الوزاري نفهمه كفهم كمراقبين إعلاميين يجب أن يكون هنالك برنامج حكومي. شنو الفرق بين المصطلحين والتوقيتات اللي يقدم بها هذا البرنامج الحكومي دكتور؟ السلام عليكم، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. حقيقة فيما يتعلق بالتفرقة بين المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، رأيا أحدهم يقول أن المنهاج الوزاري هو نفس البرنامج الحكومي باختلاف تسميات فقط، في حين أن الأصح حقيقة أن المنهاج الوزاري عبارة عن الخطة العامة والاستراتيجية التي تسير عليها الحكومة طيلة مدة ولايتها، في حين أن المنهاج البرنامج الوزاري عفوا عبارة عن خطة تفصيلية تتضمن الخطوات اللازمة لتسهيل تنفيذ المنهاج الوزاري ضمن سقوف زمنية محددة. فبالتالي نستطيع أن نقول أن المنهاج الوزاري عبارة عن استراتيجية الوزارة، في حين أن البرنامج الحكومي هو عبارة عن ترجمة لتلك الاستراتيجية في صورة خطوات مدروسة ومحددة بجداول، بالإضافة إلى قياس مدى أثرها وتنفيذها في الواقع العملي. لو نرجع لدستور جمهورية العراق حقيقة تطرق إلى المنهاج الوزاري في المادة 76 على رابعا، ولم يتطرق إلى البرنامج الحكومي، ولكن منذ عام 2018 نشأ هنالك عرف دستوري بضرورة قيام كل وزارة تأتي إلى سدة الحكومة إلى مجلس الوزراء بأن تقدم برنامج حكومي يعكس رؤيتها في كل قطاعات الدولة والوزارات التي تتناولها، بالإضافة إلى جميع الأمور السياسية والخارجية والداخلية والمحلية في إطار متكامل ينسجم مع المنهاج الوزاري. طيب جد ترحب بحضرتك الدكتور صفوان، يعني أتذكر أكثر من لقاء مع حضرتك خلال مدة سنة من الانتخابات، وظلينا نحكي عن شكل الحكومة، منهاجها الوزاري شلون راح يكون. أتذكر في قبالة رأي حضرتك كان رأي للدكتور عمر حسن فياض يقول أنه يريد من الحكومة أنه تكون ذات المطلب الواحد أو الفقرة الواحدة في هذا المنهاج الوزاري، وهو إيقاف التدهور. وكان رأي لحضرتك أيضا أتذكر في أكثر من لقاء نوهت على يجب أن يكون المنهاج الوزاري مختصرا ومركز على بعض الثغرات أو بعض المفاصل. هسه يعني ما استشرفت حضرتك كان أمر واقع لما يكون المنهاج الوزاري في 29 صفحة، عدا يعني يختلف عما سبق من 121 صفحة وأكثر. نعم طبعا بالتأكيد، الحقيقة المنهاج كان واقعي استقرائي، يعني هو ابتدأ من ملامسة مشاكل المجتمع في مختلف القطاعات وإيجاد حلول لهذه المشاكل من أهداف استنباطية، يعني عملية المزج بين خطة التنمية المستدامة كما أشير لها بالبرنامج 2030، وأيضا مشاكل الواقعية، يعني عملية معالجة مثلا الفساد كأولوية، الفقر، البطالة. هناك أهداف وضعت لهذا المنهاج، عملية تعديل شكل البرنامج الحكومي لكي ينسجم مع هذه الأهداف. يعني ما نطلع إلى أن الوزارات الاتحادية تقوم بإعادة هيكلة ذاتها لكي تسيطر على الفساد المالي والإداري، وبذلك نستطيع أن نحقق الهدف الأول من المنهاج. كذلك علينا أن ننتقل بالإنفاق العام من إنفاق تشغيلي إلى إنفاق استثماري تدريجيا. هناك إشارة واضحة إلى أنه خلال 3 سنوات القادمة سيتم الاعتماد على الإيرادات غير النفطية بنسبة 20%، وهذا يعني أن عمليا نحن الآن أمام 5% لإيرادات غير النفطية مقابل 95% إيرادات نفطية. فعملية الانتقال إلى 80% تعني أن هناك إصلاح مالي وإداري على جميع الوزارات الاتحادية، أن تقوم بفتح منافذ جديدة للإيرادات الحكومية وترشيد الإنفاق الحكومي. خاصة نحن نطلع إلى
أن يكون الاستثمار هو الشريك للبرنامج الحكومي، الاستثمار سواء كان محلي أو إقليمي أو دولي. طبعا البرنامج الاستثمار لم يوضع في المنهاج، هناك الكثير من البرامج التي تحول هذه الأهداف إلى برامج عمل للتطبيق من خلال وزارات الاتحادية ومن خلال القطاع الخاص النظامي. أيضا هناك إمكانية لدعم القطاع الخاص النظامي من خلال تشريع قانون التقاعد للعاملين في القطاع الخاص، هذا سيدعم نمو القطاع الخاص وأيضا توفير حماية للمنتج المحلي وكذلك للمستهلك المحلي. فإعادة تنظيم القطاع الخاص أيضا حاضرة في البرنامج، والانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض القطاعات خاصة السياحة، ربط ميناء الفاو بالاتحاد الأوروبي. هناك العديد من المشاريع التي ستغير شكل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد رقمي، خاصة أنه يشير إلى استخدام التكنولوجيا في كل القطاعات وإلى التسريع بإنشاء المدن الصناعية من أجل امتصاص الأيدي العاملة وإعادة تأهيلها بما ينسجم مع حاجة الأسواق. فالبرنامج والمنهاج حقيقة واعد، البرلمان العراقي صوت على هذا المنهاج، وبالتالي الحكومة ملزمة أمام البرلمان بتحقيق هذه البرامج، وسنراقب قدرة الوزراء في تنفيذ هذه البرامج وبكل دقة، خاصة أن السوداني تعهد بعملية تعديل الوزارات التي لا تستطيع تنفيذ هذا البرنامج. فمعايير التعهدات دكتور، عفوا قاطعك اذا تسمح لي، هذه التعهدات واللي الزم رئيس الوزراء نفسه بان يكون هو في الواجهه، ولكن ناتي الى الاولويات الخمسه دكتور مصدق، يعني كانت من اولويات الحكومه في منهاجها الوزاري مكافحه فساد ومعالجه البطاله، هسه ناهيك عن القطاعات اللي لربما تأتي ضمن الجنب الاقتصادي من تقليل الفقر وتطوير قطاعي الصناعة والزراعة وتحسين الخدمات، خلينا نجي على معالجة البطالة ومكافحة الفساد. مفردة مكافحة الفساد، هل أن الحكومة هي معنية بمكافحة الفساد أم أن هنالك جهات خارج نطاق رئيس الوزراء تكون هي المسؤولة الأول والأخير، وما مدى فاعلية الحكومة في مكافحة الفساد؟ نعم، فيما يتعلق بملف مكافحة الفساد الإداري والمالي باعتبار الأولوية الأولى التي طرحها المنهاج الوزاري، حقيقة نستغرب تحديد مدة 90 يوم كحد أقصى لإكمال هذا الملف من خلال ثلاث خطوات حقيقة كما ورد في البند 17 حسب ما أذكر. أولها دعم الهيئات الرقابية، والمسألة الثانية وضع خطة محبكة لاسترداد الأموال المنهوبة. لا حقيقة لو نجي على فترة 90 يوم فيما يتعلق بدعم هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، أول ما نلاحظ هي مسألة عدم وجود رئيس لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية معين بصورة أصولية، فبالتالي أولى خطوات الإصلاح الخاص بالفساد المالي والإداري يفترض تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بصورة دائمية. طيب، هيئة النزاهة اتحادية وديوان الرقابة أيضا اتحادي، يعني تعيينه من قبل رئيس الوزراء؟ لا، حقيقة التعيين يكون باقتراح من مجلس وزراء ومن ثم تعيين من مجلس النواب باعتبارهم بدرجة وزير. المسألة الثانية حقيقة فيما يتعلق هل أن المنظومة القانونية منسجمة مع جهود مكافحة الفساد، نقول أن هيئة النزاهة أقرت في 8/6/2021 استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حقيقة رغم ما ورد فيها من إشارات جيدة لمسألة استرداد الموجودات، لكن مما يؤسف له أن العراق لا زال في البدايات الأولى المتعلقة باسترداد الأموال لعدة مشكلات، منها أن قوانين الدول المطلوب منها الاسترداد تختلف إجراءاتها جملة وتفصيلا عن القانون العراقي وإجراءاته، وبالتالي يحتاج أن يقوم العراق بمواءمة قوانينه وإجراءاته لكي تكون منسجمة مع قوانين تلك الدولة أو يقوم بعقد اتفاقيات ثنائية. طيب، مسألة ثانية فيما يتعلق بالمنظومة القانونية، المادة 340 متعلقة بالهدر العمدي في المال العام، مثل ما حصل في سرقة القرن المتعلقة ب 3.7 تريليون دينار عراقي. المادة 340 تفرض عقوبة السجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، فبالتالي بإمكان القاضي أن يحكم سنة أو سنتين أو ثلاثة، وبالتالي هنالك خلل في قانون العقوبات العراقي فيما يتعلق ببساطة العقوبات المفروضة على من يهدر بالمال العام
وهنا يتوجب على رئيس مجلس الوزراء. موظف بسيط أهدر بسبب أو بدون سبب بقصد أو بدون قصد خلت عاقب من سنة إلى 7 سنوات. بالضبط. ولكن لما حضرتك سمي صفقة القرن أو سرقة القرن، يعني هذا الموضوع يمشي في 7 سنوات حقيقة. قسمة تنظيزة. نعم حقيقة هو المشكلة عندنا خلل في قانون العقوبات عندما شرع عام 1969. نعم. لم يكن يدر في خلد من وضعوا هذا القانون أن هنالك جرائم تصل إلى هذه المبالغ. فبالتالي اليوم رئيس مجلس الوزراء إذا أراد أن يحقق جهودا فاعلة وناجعة في مكافحة الفساد فإن أول شيء عليه يتوجب أن يعدل قانون العقوبات العراقي ويرسل نسخة منه إلى مجلس النواب لغرض تجديد العقوبات المفروضة على جرائم الفساد المالي والإداري، لأن المنظومة الحالية حقيقة لا تسعف القضاء ولا الإدعاء العام فيما يتعلق بمكافحة الفساد، بل أبعد من ذلك أن القانون العراقي يسمح بإطلاق سراح المتهمين وهو ما حصل في الواقع العملي. لذا فنحتاج إجراءات قانونية وقضائية مشددة بالإضافة إلى تعديل الإجراءات المتعلقة بقانون أصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بتعميم أمر القبض مثل ما حصل في قضية المتهم نور، نتيجة أن القانون العراقي يستوجب إعمام مذكرة القبض في حال مجهولية محل المتهم، والمتهم كان غير مجهول محل الإقامة. فبالتالي عندما لم يتم تعميم المذكرة ليس بسبب القاضي المختص وإنما بسبب قانون أصول المحاكمات الجزائية. نعم. فلهذا نحتاج تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات العراقي بالإضافة إلى ضرورة تشريع قانون جديد لاسترداد الأموال المنهوبة حقيقة، لأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اقترحتها هيئة النزاهة لا أعتقد أنها بإمكانها أن تسترد المبالغ الطائلة التي نهبت وسربت خارج الأراضي العراقية. طيب. في هذه الجزئية دكتور صفوان، يعني أشار الدكتور مصدق إلى قضيتين، واحدة منها الوقاية وليس مكافحة الفساد، الوقاية من الفساد، ولكن أيضا خلينا نبدأ بقضية الأموال المنهوبة. يعني قبل سنة كان عقد لمؤتمر بحضور جامعة الدول العربية، وزارة العدل، رئاسة الوزراء وإلى آخره من هذه الجهات المهمة، خصص المؤتمر لاسترداد الأموال المنهوبة، ولكن يعني كان هنالك استجابة من هذه الدول اللي حضرت، رجعنا دينار لو فقط جرد على الورق، وكم يؤثر يعني تؤثر هذه الأرقام فيما لو استردت؟ طبعا من الواضح أن يعني المنهاج الوزاري ركز على موضوع الوقاية من الفساد من خلال تفعيل دور عزة الرقابة وأعطاها مطلق الحرية في البحث عن وفحص جميع المعاملات السابقة والحالية من أجل عدم تكرار الفشل المالي. بتقديري يعني عملية السرقة قد تؤثر بإطار تخريب الاقتصاد العراقي وتمويل الإرهاب، فعمليا قد يكون هؤلاء السراق إذا لم تسترد الأموال منهم بالكامل يمكن أن يعني مثارات الشبهة أنهم كانوا متعمدين في تشويه سمعة الاقتصاد العراقي، وقد يكونون هم أحد الداعمين لتمويل الإرهاب، بمعنى أننا يعني من الممكن أن نتغلب على المشاكل القانونية مع ضرورة أن تكون لدينا عقوبات صارمة أمام من يحاول الإضرار بالمال العام وتشويه سمعة الاقتصاد العراقي بكل السبل. فعملية إطلاق السراح بالتأكيد بتقديري كان يفترض أن تسترد الأموال قبل إطلاق السراح، وأيضا عملية استرداد الأموال من خلال شركات التدقيق العالمية التي تعهدت بإمكانية تتبع حركة الأموال التي قد تكون اختفت في سوق العقارات بالداخل أو سوق العقارات على مستوى دول المنطقة، تركيا والإمارات والأردن. فعملية البحث عن الأموال خارج العراق هي من مسؤولية شركات التدقيق العالمية مقابل 5% من هذه الأموال المستردة. فنعم تستطيع هذه الشركات، خاصة أن الاستثمار العالمي الآن يرغب في أن يرى اقتصاد عراقي خالي من الفساد لكي يحرك بوصلة الاستثمار للداخل. فعملية استرداد الأموال من خلال تتبع حركتها بالتعاون مع الخزانة الأمريكية، مع الدول الاتحاد الأوروبي، تسليم المطلوبين أو المشبوه بذمتهم المالية حتى لو كانوا يمتلكون جنسيات أخرى. بخلافه العراق يمتلك أوراق اقتصادية مع تلك الدول التي تمتنع عن تسليم المشبوه بهم أو الأموال التي هاجرت إليهم واختفت في هذه الدول. بإمكانه أن يقيم العلاقات الاقتصادية
مع تلك الدول بناء على التعاون في ملف الفساد، خاصة أن الأمم المتحدة ترعى موضوع يعني محاربة الفساد من الخارج بالإضافة للجهود الداخلية. طبعا إعادة هيكلة عمل ديوان الرقابة المالية لتقوية هذا الديوان وجعله شامل، نحن نعلم بأن مكافحة غسيل الأموال فقط تركز على حركة الأموال المالية النقدية بعيدا عن سوق العقارات، سوق الذهب، سوق السيارات، العديد من الأسواق التي تحاول تغيير جنس المال. فهناك رغبة من مكتب مكافحة غسيل الأموال تم تمريره إلى رئاسة الوزراء السابقة وبأكثر من 8 كتب رسمية لكي يكون لهم مقر في مكافحة غسيل الأموال في كل الوزارات الاتحادية. طيب. إذا كانت الحكومة جادة بمحاربة الفساد بالتأكيد أجهزة التدقيق الداخلية في كل الوزارات الاتحادية هي عبارة عن عين جهاز الرقابة أو ديوان رقابة في الوزارات. طيب. لديها ملفات مشخصة، ملف التعاقدات الحكومية يجب أن يكون بشفافية أعلى، ملف الهدر بالمال العام، يعني توظيف الدينار ليس في المكان المنتج بالتأكيد هو أحد أوجه الفساد. ولما نحكي عن الشفافية، عذرا المقاطعة دكتور، لما نحكي عن الشفافية هنالك موضوع مهم يعني تم إجراءه في مجلس النواب في هذه الأثناء. دعوني أضيف الكرام أن أرحب بالسيدة سهيلة السلطاني النائبة عن تحالف الفتح، تنضم عبر الهاتف. أهلا بك سيادة النائبة. حكومة السوداني في أولى قراراتها كان هنالك إلزام لجميع الوزراء بالكشف عن ذممهم المالية خلال أسبوع، وهذا الموضوع راح يحيلنا إلى متطلبات هيئة النزاهة خصوصا في دائرة الوقاية اللي تطلب الكشف عن الذمم المالية لكل الشخصيات التي تتبوأ مناصب مهمة في الدولة العراقية. هذه الخطوة راح نعتبرها ضمن أولويات الحكومة في مكافحة الفساد، لو شلون تشوفوها من وجهة نظر برلمانية؟ سيدة السلطاني، طيب بينما نرجع للاتصال يتأمن بشكل جيد أحيل هذا السؤال لحضرتك دكتور مصدق. عندنا دائرة الوقاية، عندنا في هيئة النزاهة دائرتين معنية بمكافحة الفساد ولكن 5 دوائر معنية بالوقاية من الفساد. الكشف عن الذمم المالية كيف تنظر إليه في ما دعا إليه السوداني لتقديم هذه الذمة من قبل الوزراء؟ فيما يتعلق بدعوة السيد الرئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة قيام الوزراء بتقديم كشف الذمة المالية، فهذا الأمر حقيقة يأتي تنفيذا للمادة 16 من قانون هيئة النزاهة والكسب الغير مشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، باعتبار أن الملزمين بتقديم كشف الذمة المالية ليس هم الوزراء فقط، وإنما هم أيضا رؤساء الهيئات المستقلة ومن بدرجتهم، بالإضافة إلى أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين وأصحاب التشكيلات ذات العلاقة بالمال العام كالتشكيلات العقود وغيرها. فبالتالي نعتقد أنه يتوجب على رئيس مجلس الوزراء أن يوسع من هذا القرار الذي صدر في جلسة يوم أمس، وبالتالي يجعله شاملا بما ينسجم مع المادة 16 من قانون هيئة النزاهة. ونعتقد أن هيئة النزاهة يفترض أن تلتزم بالمدة التي حددها رئيس مجلس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي الأول عن السياسة العامة للدولة، وبالتالي إملاء استمارات كشف الذمة المالية ضمن السقوف الزمنية المحددة يعطي إشارة جيدة على أن الحكومة بدأت بإجراءات من رأس الهرم الإداري وانتهاء بقاعدة الهرم الإداري في الدولة. نأتي إلى موضوع معالجة البطالة، تنضم معي عبر الهاتف مجددا السيدة سهيلة السلطاني النائبة عن تحالف الفتح. أنا بك سيادة النائبة، نتحدث عن أولويات حكومة السوداني اللي ثاني أولوياتها بعد مكافحة الفساد هي معالجة البطالة. شنو الآليات اللي ممكن تتبعها أو تخليها في برنامجها الحكومي بعد أن تم التصويت من قبلكم في مجلس النواب على المنهاج الوزاري؟ حقيقة يعني أكيد أنه احنا ما شفنا اجراءات السيد السوداني في هذا المجال، بس احنا ماضين بالتاكد من الطريقه التي سيتبعها السيد السوداني باعتبارنا جهه رقابيه اضافه الى انه احنا جهه تشريعيه، كيف سيعالج هذا الملف الشائك. فملف البطاله ملف شائك جدا بالنسبه للعراق، هناك اعداد هائله من العاطلين عن العمل من الشباب، وهذا مسبب مشكلة كبيرة جدا في التظاهرات كلها تنصب في حالة انه البحث عن العمل
بالنسبة للشباب. وأعتقد أنه أكيد راح يكون هناك دراسات مستفيضة لمعالجة هذه المشكلة من قبل مجلس وزراء السيد السوداني، وهذه المعالجات ستشترك فيها يعني قوى في الوقت. وأكيد إحنا همنا راح نساهم هاي العملية، راح تقبل العملية ممكن أن نجيب. سيدة سهيلة، لما تكون هناك معالجة البطالة وملف مقارب إلها هو تقليل الفقر، بالتالي نتذكر التظاهرات اللي خرجت كانت مطالبها الأساسية، المظاهرات المطلبية أقصد، مطالبها الأساسية هو التعيين وغيرها، وهذا الملف إذا ما تم علاجه بشكل سريع لربما راح يهدئ الشارع، يعني يساهم في استقرار الشارع. كبرلمان راح تدعمون رئيس الوزراء بهذا الجانب؟ أكيد إحنا اليوم داعمين للسيد السوداني بشكل كبير في إجراءاته الإصلاحية، لأن هذا الدعم لنا هو يصب في مصلحة الشعب العراقي. اليوم نحن مع إجراء إصلاحات شاملة، هذه الإصلاحات خاصة في ملف العاطلين عن العمل يجب إيجاد حلول، وهذه الحلول ما تكون حلول سريعة قد تؤدي إلى مشاكل متفاقمة كما حدث سابقا في الحكومات السابقة، عندما حدثت مثل هذه المشكلة وتم معالجتها بفتح باب التعيينات أطلاقها، وبالتالي أصبحت مشكلة بطالة عالية. لذا فأعتقد أنه هناك معالجات أخرى، يعني من ضمن هذه المعالجات هي المنتوج الوطني، بحيث أنه المنتوج الوطني إذا قدرنا أنسنا نسيطر على الأسواق الخارجية من خلال تحديد التعرفة الجمركية، من خلال فرض ضرائب على المنتجات المستوردة من الخارج، هذا يشجع على أنه الشباب يتجه إلى اتجاهات أخرى مثل أنه يفتحون مصانع صغيرة أو مشاغل صغيرة أو إلى آخره. كذلك هناك الكثير مثلا في مجال الزراعة، ممكن إعطاء من المهندسين الزراعيين قطع أراضي تكون بالصحراء أو لاستثمارها واستصلاحها أو تكون غير صالحة، ممكن هناك الكثير يعني من الحلول اللي ممكن هذه الحلول لو تأثير حتى أشكرك شكرا جزيلا. السيدة سهيلة السلطاني النائب عن تحالف الفتح، أثريتي الحوار في هذه الدقائق عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. تتفضلون بقاء معي ضيوف الكرام ومشاهدي الأحبة، نتابع بعد الفاصل. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأجد الترحابي بضيوف الكرام الدكتور مصدق عادل والدكتور صفوان قصي. دكتور صفوان، يعني اتفقنا بالملف الأول بأنه المنهاج الوزاري جاء مقتضبا، ومن المؤمل أن يقدم الوزراء برنامجهم الحكومي ويكون مفصلا بشكل أكبر ويعد مصدر نقيس عليها كمراقبين لأداء الحكومة. بالمنهاج الوزاري ما شفنا فد إشارة إلى سعي الحكومة لمراجعة أو دراسة تقليل سعر صرف الدولار. البرنامج الحكومي راح يتضمن هكذا آلية، وأي الوزارات من الممكن أن تعمل في هذا القطاع؟ يعني تم الإشارة بالمنهاج إلى مراجعة قرارات الحكومة، حكومة تصريف الأعمال، باعتقادي هذا يدخل ضمن إطار يعني عملية تقييم سعر الصرف وقدرة سعر الصرف الحالي على تنشيط الإنتاج. هناك ملف البطالة من الممكن أن يكون حاضر في هذه المعالجات، هناك 500,000 قطعة أرض سكنية سيتم توزيعها، إذا ما تم توزيعها على مستوى جميع أنحاء العراق وبطريقة سريعة وإعطاء ضمانات مصرفية أو قروض مصرفية ميسرة، سنشهد انخفاض في مستوى البطالة، لأنها بالتأكيد سيتم المباشرة ببنائها بهذه الأموال، وبذلك نخلق فرص عمل للقطاع الخاص النظامي. أيضا هناك محاولة لإعادة النظر بقانون الضريبة بشكل عاجل، لكي تكون السماحات على أساس عدد العاملين في الشركة. حاليا هناك العديد من العاملين في السوق النظامي لا يتم تسجيلهم في دائرة الضمان، نعم، مقابل الحصول على تهرب من الضريبة. لو استطعنا رفع هذه السماحات بما يتناسب مع عدد العاملين في الشركات لا استطعنا فعلا أن نعزل
العاطلين الحقيقيين عن العاطلين الوهميين، وبذلك نضمن عملية يعني نمو القطاع الخاص النظامي. فعملية تغيير سعر الصرف إذا كانت في هذا التوقيت من قبل البنك المركزي، طبعا البنك المركزي أشار بصراحة أنه لا يمكن تغيير سعر الصرف بالوقت الحاضر، لكن على وزارة المالية أن تقوم بمجموعة من الإصلاحات على مستوى ضغط الإنفاق الحكومي لكي يكون هناك دعم للدينار العراقي من خلال هذا التخفيض، وأيضا إمكانية فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة بما يدعم القطاع الإنتاجي المحلي. إعانات الإنتاج من الممكن أن تساهم في تقليل الاستهلاك. فعمليا علينا أن نعيد النظر بفلسفة الدعم الحكومي لكي يكون هناك دعم للقطاع الصناعي الخاص، وأيضا إعادة تأهيل الشركات الصناعية العامة. وبذلك نخلق وظائف ونقلل الاعتماد على الإعانات. هذا الموضوع سيخرج الاقتصاد العراقي من دائرة الاعتماد على النفط، ومن الممكن للبنك المركزي لاحقا يعني ما لا يقل عن 3 سنوات حسب ما صرح به يمكن إعادة النظر بسعر الصرف. طيب اسمح لي دكتور أن أرحب بضيفي الكريم، انضم معي عبر الهاتف السيد باسم خشان النائب المستقر، حياك الله سيد خشان. في سياق هذه الحلقة جاي نميز بين المنهاج الوزاري اللي تم التصويت عليه داخل قبة البرلمان وما ستؤول إليه الأمور من تقديم الوزارات لبرنامجها الحكومي. لاحظنا أن البرنامج الوزاري ما به سقوف زمنية، وهذا الموضوع يخلينا نبحث أنه راح يكون البرنامج الحكومي محدد لكل وزارة ضمن جدول زمني. أسأل أيضا عن إشارة وردت في المنهاج تقول المراجعة السنوية لمتابعة تنفيذ بنود المنهاج. المراجعة السنوية من قبل من راح تتم؟ من رئيس الحكومة أم من قبل لجان البرلمان؟ تحية لك كل المشاهدين الكرام، حقيقة الصوت ما واضح وما أعرف يعني ما سمعت كل السؤال. أعيد السؤال على حضرتك تحب؟ يعني سمع شيء من السؤال بس. نعم. طريقة يعني مراقبة الحكومة كيف راح تكون من قبل مجلس النواب؟ يعني المنهاج الوزاري ما بتوقيتات زمنية، ولكن أيضا وردت عبارة بأنه راح تكون المراجعة السنوية لمتابعة تنفيذ بنود المنهاج. المراجعة السنوية من رئيس الحكومة أم من قبل لجان البرلمان ورئيسه؟ يعني هو لجنة متابعة البرنامج الحكومي هي اللي تتولى ممكن أداء الحكومة، والبرلمان بصورة عامة يراقب أداء الحكومة ومدى التزامها بال. للأسف انقطع الاتصال، أتمنى الزميل أحمد أن تعاود الاتصال بالسيد النائب. في هذه الأثناء دكتور مصدق أسأل حضرتك عن الأولويات اللي تحدثنا عنها بالملف الأول، ولكن موضوعة التربية والتعليم تعرف أهميتها وكبر هذا الملف، لكنه ما أتى ضمن الأولويات وإن كان ورد ذكره بشكل مفصل في المنهاج الوزاري، لماذا؟ نعم، حقيقة قبل أن أجيب على هذا التساؤل لأحبذ لو أجيبك على المسألة السابقة التي ذكرتها فيما يتعلق بالبطالة. حقيقة من خلال عملي كمستشار للعديد من أعضاء مجلس النواب في الدورة السابقة منهم النائب يوسف الكلابي، طرحنا مشروع صناديق الأجيال القادمة. اقترحنا في هذا المشروع أن يكون لكل مواطن عراقي حصة من النفط والغاز الطبيعي يفترض توضع من اليوم الأول لولادته، بمعنى أن تقوم الحكومة العراقية بوضع مثل التوقيفات التقاعدية في هذا الحساب منذ ولادة الشخص في العراق، ويستمر ولا يطلق إلا بعد إكمال 18 من العمر. فبالتالي إذا شرع السيد السوداني في تنفيذ هذا المشروع وتمريره داخل أروقة مجلس النواب، نعتقد أنه مشكلة البطالة ستنحل، باعتبار أن هذا الالتزام سيفرض على جميع الحكومات، وبالتالي ستكون هنالك وفرة مالية بدلا من اللجوء إلى الحلول الترقيعية كتشجيع القطاع الخاص وغيرها. دكتور اسمح لي أن نرجع إلى موضوعات التربية والتعليم، ولكن بعد أن نكمل حديثنا مع السيد باسم خشان. أستاذ باسم مجددا حياك الله، سؤالي لحضرتك كان عن المراجعة السنوية لتنفيذ البنهاج الوزاري، راح تتم رئيس الحكومة، البرلمان ضمن لجنته متابعة الإنجازات، شلون راح تتم المسطرة اللي نقيس عليها هذه الإنجازات؟ بالنسبة لمراجعة البرلمان، الحكومة قدمت المنهاج الحكومي أو الوزاري
للبرلمان وهي ملزمه بتنفيذها، والبرلمان ملزم ايضا بالرقابه ومتابعتها وضمها الاستخدام في هذا البرنامج. لكن هذا البرنامج للاسف ما يحالفنا الحظ يا سيد باسم خشان. دكتور، نتمم حديثنا عن التربيه والتعليم. نعم. اتت ضمن المنهاج ولكن ليس من ضمن الاولويات. نعم، حقيقه هنالك الكثير من الامور التي وردت ضمن المنهاج ولم تفصل بصوره مسهبه منها حقيقه، حتى فيما يتعلق بسعر صرف الدولار. لو تقرا الصفحه الثانيه من المنهاج فانها وردت عبارات واضحه وصريحه ان الحكومه ستعمل على معالجه التضخم والحفاظ على استقرار اسعار المواد الغذائيه للمواطنين، فهذا الامر لا يتحقق الا من خلال اعاده النظر في سعر صرف الدولار. بالنسبه للتربيه والتعليم، حقيقه سبب عدم قيام الحكومه بتحديدها ضمن الاولويات هي اعتقد بسبب غياب الرؤيه الواضحه والدقيقه وترك هذا الامر للمختصين. فبالتالي لو نرجع للحقل الخاص بالتربيه والتعليم نجد ان هنالك العديد من الخطوات، منها تشكيل فريق تربوي ومن المختصين في التعليم العالي تتولى مهمة النظر في جميع المسائل اللازمة للنهوض بقطاع التربية والتعليم العالي. لكن حقيقة كان الأجدر على السيد رئيس مجلس وزراء أن يعالج الاحتياجات الآنية والمستعجلة، منها إنشاء الأبنية المدرسية، رغم أنها وردت ضمن فقرات متفرقة، لكن كان الأجدر أن يتم وضعها ضمن الأولويات. ولكن مع هذا نعتقد أنه فيما يتعلق بقطاع التربية والتعليم العالي الإشارات التي وردت في المنهاج الوزاري نعتقد أنها كافية للنهوض بهذا القطاع حتى وإن لم يتم الإشارة إليها ضمن فقرة الأولويات. طيب دكتور صفوان، أيضا احنا ما نعرف يعني دكتور مصدق يعني حكينا التحليل، احنا حللنا المضمون ما وجدنا به سعر الدولار. نعم. ايضا قضيه اخرى ما وجدناها وهي الاتفاقيه الصينيه، هل موجوده ضمنا ام انه من الممكن ان يكون البرنامج الحكومي يتضمن هذه الجزئيه؟ يعني من الواضح ان عمليا نحن نستنتج يعني مثلا معالجه التضخم قد تكون من خلال زياده مستوى الدعم الحكومي لمفردات البطاقه التموينيه بتقليل الطلب على السلع بالاسواق، وبذلك نستطيع السيطره على التضخم، او مثلا تغيير سعر الفائده من اجل سحب السيوله الفائضه وتقليل الطلب على السلع. بتقديري الحكومه ستكون متوازنه في نشر الاستثمارات مع دول الاقليم ومع دول العالم. بالنسبه للشركات الصينيه الان امام تحدي اكمال المدارس الموكله اليها من خلال موضوع النفط مقابل المشاريع، بتقديري إذا نجحت سيتم تطوير هذا الاتفاق لقطاعات البنية التحتية، خاصة إنشاء مساكن للفقراء، وأيضا موضوع إكمال ميناء الفاو وربطه بالاتحاد الأوروبي، إشارات واضحة أنها تقع ضمن منهاج الحكومة، بمعنى أن الحكومة ستستمر باتجاه ربط الاقتصاد العراقي بالمنظومة الآسيوية من خلال هذه المشاريع. ايضا سوق الطاقة بالتأكيد هو جاذب للاستثمارات الغربية، خاصة بعد مشكلة النفط الروسي باتجاه الاتحاد الاوروبي، فالاستثمارات الاوروبية مرحب بها بسوق الغاز وسوق النفط لكي يكون العراق منطقة تلاقي للمصالح. وايضا موضوع جذب الاستثمارات في المدن الصناعية التي تم الاشارة اليها والانتقال الى التكنولوجيا، يعني البرنامج الحكومي اشار لأن هناك صندوق لتنمية العراق، ضمن هذا الصندوق هناك صناديق ثانوية من ضمنها دعم صندوق التعليم. صندوق التعليم يعني أن هناك نهضة في جانب عولمة التعليم في العراق، وأن يكون لدينا مدارس ذكية، جامعات ذكية تنتقل بالطالب العراقي إلى البيئة العالمية. فعملية النهوض بالتعليم نحن مع التركيز على جودة التعليم في العراق، لأنها بالتأكيد هي التي تخلق الموجودات وهي التي تخلق العائد على الاستثمار. البيئة الآن جاذبة للاستثمار في كل القطاعات. ما نحتاجه إلى أن الوزارات الاتحادية تعمل بعقلية الانفتاح، عقلية الاستثمار، عقلية مثلا الجامعات المدمجة مع جامعات دولية، المصارف مع مصارف دولية، الموانئ مع موانئ دولية. الوزارة لا تقاد بعقلية الملكية العامة في الملكية الشمولية كما حدث في الاقتصاديات ما قبل 2003. حاليا نحن امام صيغه اقتصاديه تؤمن بالعالميه،
فبتقديري البرنامج كان حاضر الاستثمار لكنه أهمل جانب سوق الأوراق المالية، وهو أحد أيضا الأدوات التي تنشط عملية الاستثمار في الداخل. عولمة سوق العراق الأوراق المالية يعني نافذة جديدة لخلق وظائف خارج القطاع الحكومي، يعني ما نأمل أن تكون أدوات الحكومة لخدمة القطاع الخاص النظامي، ويندمج هذا القطاع الخاص النظامي الخالق للوظائف مع الشركات العالمية لتغيير شكل الاقتصاد العراقي. لكن البرنامج الحكومي سيضع مقدمات هذا الاندماج، وبالتأكيد هذا الموضوع يحتاج إلى يعني برامج تتابعية لتحقيق رؤية العراق في الاندماج بالاقتصاد العالمي. طيب دكتور، أيضا يعني دكتور مصدق، حضرتك اشتغلت كثيرا في موضوعة قانون الانتخابات وغيره من هذه القوانين، وورد في المنهاج الوزاري بأن الانتخابات راح تكون مبكرة أيضا وتجرى خلال عام، ولكن هناك اشتراط بعد أن يتم تعديل قانون الانتخابات خلال 3 أشهر. هذا الموضوع إمكانية تطبيقه على أرض الواقع شلون نشوفه من ناحية تغيير القانون والمدد اللي نحتاجه لهذا التغيير؟ نعم، من أهم ما جاء في المنهاج الوزاري حقيقة مسألة إعادة الانتخابات النيابية والمحلية خلال عام واحد. هذا الأمر حقيقة أعتقد أنه لا يدخل ضمن الصلاحيات الحصرية لرئيس مجلس الوزراء ولا لأعضاء مجلس الوزراء لعدة أسباب. حتى لو سلمنا جدلا بقيام رئيس مجلس الوزراء واجتماع مجلس الوزراء بإقرار مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020، فإن صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الإبقاء على النظام الانتخابي الذي ثبت فشله في الواقع العملي من عدمه هو متروك لمجلس النواب. مجلس النواب هو من يختص وفق المادة 61 على أولا من الدستور بتشريع القوانين الاتحادية وتعديلها. وحتى لو سلمنا بقيام مجلس الوزراء بتقديم مشروع القانون، نعتقد أن هذا القانون يعد من القوانين المكملة للدستور ومن القوانين الاستراتيجية التي سيطول النقاش حولها، وقد يستغرق تعديله لمدة تتجاوز المدة المحددة التي ذكرت بثلاثة أشهر. ولو نضرب لك مثل الجداول الملحقة بقانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 سنة 2020 استغرقت ما يقارب 9 أشهر لغرض إكمالها، فكيف الحال بالنسبة للقرارات العديدة التي صدرت من المحكمة الاتحادية المتعلقة بإلغاء مسألة عدم الاعتماد التمثيل المتساوي للأقليات؟ احنا اليوم أمام مشكلة كبرى. مجلس النواب راح يبقى على 9 المقاعد المخصصة للكوتا دون تغيير عدد أعضاء مجلس النواب، لو راح يتجه باتجاه مقعد واحد لكل 100,000 نسمة. إذا اتجه مقعد واحد لكل 100,000 نسمة، معنى هذا أنه يتوجب أن يصار إلى زيادة عدد أعضاء مجلس النواب عن العدد الكلي، وإذا بقينا على العدد معنى هذا أنه يتوجب أن ينقص من المعادلة، مو 320 نائب يصير 310. فبالتالي لا أعتقد أن تعديل قانون الانتخابات سيجري وسيتم خلال 3 أشهر لاستحالة ذلك من الواقع العملي. مشكلة أخرى، قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية لسنة 2018، الكل يعلم أن اليوم المحافظين يصولون ويجولون خارج نطاق الدستور وخارج نطاق الدولة، فبالتالي أعتقد انتخابات مجالس المحافظات نعم أعتقد أن الخطوة القادمة التي سيقدم عليها رئيس مجلس وزراء من أجل إطفاء الشرعية على المحافظين الحاليين وعلى الأمور الخدمية باعتبار أن منهاجه هو إعادة الثقة بثقة المواطن بالعملية السياسية. وأعتقد أن الخطوة الناجعة الأولى الواجب إجراءها هو الإسراع في تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، وبالتالي إجراء الانتخابات المبكرة لمجالس المحافظات، لأنها ستكون حقيقة ثمرة تعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية. أما بالنسبة للانتخابات النيابية المبكرة، أعتقد في حال حصول الاتفاق السياسي وهو موجود في ورقة الإصلاح ورقة المنهاج الوزاري المتفق عليها من قبل الكتل السياسية، وتمكن مجلس نواب من تشريع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس نواب، فبالتالي لا يوجد ما يمنع من الناحية الواقعية أو الفعلية من الذهاب إلى انتخابات مبكرة تطبيقا للمنهاج الوزاري. يعني احنا بالملفين ناقشنا المنهاج الوزاري ولمحات مما ورد فيه، ولكن دكتور صفوان يعني احنا ما نخلي بصراحة انه هي العبرة مو بالنصوص والأحلام
اللي ترسم على الورق، العبرة بالتنفيذ بالتأكيد. فتشوف حضرتك بأنه هذه الحكومة الجديدة اللي باشرت عملها حتى في العطلة الرسمية راح تكون قادرة على مواجهة التحديات اللي تفرضها عليها المرحلة، راح تكون قادرة على النجاح بما خططت بإيديها في منهاجها الوزاري، وبالتالي راح ينفذ ضمن برنامجها الحكومي؟ يعني الحقيقة هي الحكومة ألزمت نفسها بهذا المنهاج، والبرلمان صادق على هذا المنهاج الوزاري. ننتظر موازنة 2023 التي فتحت نافذة جديدة لتمويل الانفاق الاستثماري، صندوق تنمية العراق، وأن يمتص الوفورات المالية ويحولها إلى مشاريع استثمارية في قطاع الإسكان، قطاع الزراعة، قطاع الصناعة. والموضوع ليس بعيد من الآن، يعني خلال الشهر القادم يفترض أن تكون لدينا موازنة بنيت على أساس المنهاج الوزاري. عملية ترشيد الإنفاق الحكومي يفترض أن تكون حاضرة في هذه الموازنة، وخلق وظائف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال هذا الدعم. تشريع قانون التقاعد العاملين في القطاع الخاص يفترض أن يتم عرضه للبرلمان والتصويت عليه. فالحكومة أمام أهداف واضحة، إذا استطاعت أن تلتزم بهذه الأهداف بالتأكيد الشعب سيكون داعم لهذه الحكومة، وبالتأكيد نحن مع أن يكون لدينا اقتصاد عراقي ينمو بطريقة مستدامة كما أشير له بالبرنامج. لكن أي خلل لتنفيذ هذا المنهاج بالتأكيد هناك جهاز رقابة برلمانية يراقب بدقة هذا الموضوع، وهناك رقابة شعبية، والكل يعلم الرقابة الشعبية الآن يعني متربصة لأي خطأ حكومي. فعمليا على الحكومة أن تتعامل بدقة وبسرعة وبهمة عالية كما بدأت به هذا المشوار، وأن يكون الوزراء وزراء خدمة ينتقلون إلى مراكز العمل بشكل فوري، يلامسون المشاكل ويضعون الحلول. والآن نقطة القوة التي تمتلكها الحكومة أنها أتت من كتلة كبيرة، يعني أي تعديل قانوني من الممكن أن يتم بسهولة، بسهولة ومرة فعملية بسهولة. استثمار هذه العلاقة الموجودة حاليا لتعديل مسار التشريعات بما ينسجم مع مصلحة العراق ومصلحة الشعب، وبالتأكيد الكل سيكون مؤيد لهذه الحكومة حسب مستوى تنفيذها للبرنامج الحكومي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي، والشكر الكثير لحضرتك دكتور مصدق عادل أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد، ونقدم الاعتذار للسيد باسم خشان النائب المستقل، ما حالفنا الحظ أن نتواصل معه عبر الهاتف. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة، على حسن المتابعة، في أمان الله.